تمكنت النساء في السودان منذ أول انتخابات عامة من انتزاع حقهن في التصويت، ولاحقاً انتزعن حق الترشيح، وكان منهن الوزيرات والطبيبات والقاضيات كتفاً بكتف كن مع الرجل السوداني في كل المجالات. وحين اشتعل فتيل الثورة ديسمبر المجيدة، تقدمت النساء والفتيات الصفوف وكن العنوان الأبرز طوال فترتي الاحتجاجات والاعتصام. وحين تشكلت حكومة الثورة، كان من النساء وزيرة الخارجية ورئيسة القضاء لأول مرة في السودان. والآن على مشارف تعيين الولاة ثمة معركة تنتظر النساء. لماذا؟ لنيل نصيبهن في مناصب الولاة. لكن يبقى السؤال الكبير، أي المعايير ستحكم هذا الحق؟ الكفاءة أم الكوتا؟ محبتي واحترامي لكم، عنوان هذا اليوم تمثيل النساء، الكوتا أم الكفاءة. حتى قبل أن تعلن أسماء الولاة هنالك أصوات عالية جدا بدأت تصدر من كتائب النساء في السودان، هذه المنظومة النسوية حزبية، منظمات مجتمع مدني، فئات مختلفة من قطاعات المرأة في السودان بدأت تعلو الأصوات وتطالب بصورة عاجلة بأن تمضي عملية اختيار الولاة والمناصب التنفيذية بشفافية، بعدالة، أن تكون المرأة حاضرة بموجب الكفاءة والهمة التي شاركت بها في ثورة ديسمبر المجيدة. هذا الملف ملف مليء بالأسئلة، مليء بالمطبات، هنالك أخبار، هنالك آراء، هنالك تسريبات، هنالك أشياء كثيرة جدا يجب أن تبحث وتناقش. لذلك ارتأينا أن ندخل مباشرة إلى عمق هذا الملف ونتعرف أكثر لفائدة المشاهد ما الذي يدور في هذا الملف المهم. أسعد جدا أن تكون معي داخل الاستوديو الأستاذة أميرة عثمان، سكرتير عام مبادرة لا لقهر النساء. مرحبا بك أستاذة. مرحبا بك ورمضان كريم عليك.
أزعج جدا أن يكون معي الأستاذ عمرو كمال المحامي المعروف والذي سيتحدث أيضا معنا في هذا الملف. مرحبا بكم. أستاذ أميرة، يعني كيف تقيم المرأة في السودان وأنتم بصفة خاصة كمنظمات حقوقية كمنظمات مجتمع مدني الفترة منذ أن تم إعلان هذه الحكومة حتى هذه اللحظة، كيف تسيرون وتقيمون وضعية المرأة حتى قبل أن يبدأ الحديث عن ترشيح منصب الوالي في السودان؟ طيب، ابتداء كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب إن شاء الله. رمضان كريم يعود علينا التأمين والأمين. بترحم على شهداء 8 رمضان ونحن في ذكرى السنوية. تغيير معمل الحكومة في الفترة الانتقالية بعد إكمال عام تقريبا تنصيبه بالنسبة للحركة النسوية هو دون توقعات. لماذا؟ لم تأتي بالشرعية الثورية أو بقدر حجم الثورة السودانية، بطيئة في أدائها، ما دائرة أقول ضعيفة تماما في اتخاذ المواقف السورية لإنجاز مهام الثورة بالشكل المطلوب. هذا هو التقييم. أستاذ عمرو، هل المرأة كذلك؟ وإذا كانت كذلك لماذا هذه الوضعية والمرأة شاركت وكانت منفعلة وكان لها القدح المعلى في إنجاح هذه الثورة؟ لماذا هذا الوضع إذا جاز التوصيف هو مختل بعض الشيء؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ببدأ من النقطة اللي أنت تكلمت فيها، الجزئية الأخيرة بتاعت بقدرة الدور العظيم اللي قامت به في الثورة ليه ما قدرت إنها تحظى بالمشاركة الحقيقية والفعالة. هي إذا إحنا بنقول إنها هي قادت الحراك بشكل كبير جدا، المتوقع إنها بذات القدر ألهمت به الشارع والمواطنين إنها تقدر تحظى بالمشاركة الحقيقية في العملية بتاعت الإدارة للدولة خلال الفترة الانتقالية. لكن أعتقد إنه المشاركة الضعيفة اللي تكلمت عنها أختنا أميرة بترجع إلى إدارة العقل، يعني جزء كبير منها بيرجع للعقلية لسه مكونة للمجتمع. يعني صحيح هي كانت جزء من المعركة خلال الفترة الفاتت، العبرت بالدولة من مرحلة الاستبداد والديكتاتورية إلى استشراف بدايات التحول الديمقراطي، لكن في الآخر النتيجة الكلية مشت في اتجاه إنه في سيطرة لسه في العقلية الذكورية موجودة بشكل كبير جدا جدا، أبعدت المشاركة الحقيقية الفعالة المؤثرة للمرأة مقارنة بشكل الوزارات اللي انت قلت، يعني عدد برضو بسيط رغم انها اتبوأت فيها وزارات ما حزت بها قبل كده. اي نعم، شاركت في منصب رئيس القضاء لأول مرة، لكن في هياكل تانية كثيرة في السلطة الانتقالية ما لقت الفرصة. والحديث عن المشاركة السياسية في إدارة السلطة التنفيذية من خلال الولايات وكده، في معرض حديثك في بداية التقديم للحلقة افتكر حنتناوله بالتفصيل أكثر من خلال طيب المحاور المختلفة. أستاذ أميرة، يعني ما هي المآخذ على الطريقة التي تدير بها قوى الحرية والتغيير الآن؟ أقصد الآن عملية ترشيح الولاة فيما يليكم أنتم كقطاعات نساء، ما هي المآخذ؟ المآخذ أصلا هي ما بدت في ترشيح الولاة، المآخذ بدت أصلا من تهميش أو إقصاء للأجسام النسوية وعدم تمثيلها في تنسيقية قوى الحرية والتغيير والمجلس الأعلى لقوى الحرية والتغيير حاليا، رغم مطالبتنا بالحاجة دي بشكل رسمي وبخطابات وباجتماعات وبمواكب ولا حياة لمن تنادي. الحاجة دي نتاج طبيعي للشكل العقلية اللي بتدير المجلس المركزي للحرية والتغيير أو التي تدير الكتل التي تمثل الحرية والتغيير. لماذا لم تدخلوا في نقاش معهم حتى تستبين هذه الرؤية؟ دخلنا، وإذا دارين ممكن نقدم لكم الدوكيومنت أن احنا قدمناها على اجتماعات بفترات مستمرة وبمطالبات بصورة مستمرة وبمخاطبات خاصة للكتل، بمخاطبات للتنسيقية، بحضور لاجتماعات. ولا حياة لمن تنادي إذا ناديت حية. والأغرب في الموضوع إنه هو ما بيتم الرد حتى، يعني إذا بيتم الرد بالرفض أو بالقبول أو بأي شكل كان بنقول إنه في حاجة، لكن بيتم التجاهل. يتم التجاهل يتم التجاهل عن عمد أم عن عمد؟
ما اقول لك نهائي انه طيب. هو عن صدفه، واذا انا ممكن اقول يعني حدث انه هو لما كان لسه تنسيقيه ومدني عباس مدني هو ممكن يكون حاضر حسي وسامعني، استلم مننا خطاب واحنا دخلنا في اجتماع كان للتنسيقيه، هو كان السكرتير بتاع الاجتماع ذاته واحنا كنا مصرين جدا علينا يدونا دوكيومنت او ورقه انه هو استلم مننا الخطاب وانه حيردوا علينا خلال 48 ساعه ولم يحدث ذلك. كانت تعذر بانه ما في ورقه موجوده وانا سحبت ورق من برينتر قاعده قلت له اكتب لنا بيدك هنا هسه، برضه رفض يكتب لنا رد دوكيومنت يتمسك في اليد على اساس انه نحن قدمنا خطوات زي دي وانه هم ما ردوا. ما هو التفسير لهذا؟ انا ما عندي تفسير غير نادي عقليه ذكوريه تعني وتقصد وتمعن في اقصاء النساء. والحاجه دي ما جديده بالمناسبه، تاريخيا النساء بيستخدم يعني احنا كنساء في السودان قاعدين نكون مشاركين في المظاهرات، بنكون مشاركين في العمل العام، بنكون مشاركين في الانتخابات، لكن لما اي التقسيم بتاع السلطه يتم اقصاءنا. طيب استاذ عمرو، يعني في الأحزاب. الم تجب الثوره بوعيها وباستنارتها؟ يعني الآن أستاذ أميرة تتحدث عن العقلية الذكورية، أما آن الأوان أن نتجاوز مثل هذه الأفكار بأن الرجال هم الذين يسيطرون، هم الذين يوقعون على ما يريدون، هم الذين يمسكون القلم، أما آن الأوان؟ بالتأكيد آن الأوان، وإلا إحنا ما حنتكلم عن انتقال ولا حنتكلم عن آفاق جديدة إحنا بنستشرف بها الدولة السودانية اللي بننشدها والسالت من أجل الدماء طوال 30 سنة. بالتأكيد لازم تلبي هذه المتطلبات ولازم تلبي هذه الطموحات وإلا ما حتكون ثورة. لكن هي فكرة العقلية الذكورية اللي احنا تكلمنا عنها قبل شوية هي ذات شنو؟ لازم الناس يفهموها. هي الفكرة بسيطة جدا جدا شرحها ناس علم الاجتماع. إنك المجتمعات البدائية بدت في إنها بتعاين لأنه في نوعين من البشر موجودين لابد إنه واحد يسيطر على الوضع، في سبيل إنه يسيطر على الوضع لابد إنه يغسل آخر، فبالتالي جاءت من هنا من بداية المجتمعات البشرية هذه الفكرة واتطورت للأسف. لكن بتبدأ تتعالج بمزيد من الوعي، بتبدأ تتعالج بإرادة حقيقية سياسية، بتبدأ تتعالج بإنك أنت بتنفذ مطلوبات الفترات اللي أنت بتحكم البلد باختلاف واستثناءات مختلفة. يعني إحنا حسي في فترة انتقالية، فترة استثنائية، لو إحنا ما تجاوزنا كل العقليات المتحجرة في إنها تزيل الصدود وتزيل الحواجز الموجودة بكل الأشكال منها أيضا وأهمها المشاركة السياسية للمرأة ما حنقدر نعبر. لكن أيضا أستاذ عمرو، المرأة بعد أن ساهمت في هذه معركة الثورة لم تكن تتوقع أن يعني تقابل بمثل هذا التعامل، كانت تتوقع أن تفتح لها الأبواب، أن تشارك بشفافية بعدالة بكفاءة، وجدت العكس. أكيد، وإلا ما كان إحنا قاعدين القاعدة عشان نتناقش في هذه المسألة. إذا هي ببساطة شديدة بزغروطة بسيطة جدا كان بيتحرك الشارع بالتأكيد. والشارع ده كله بيمشي بيها. طيب. يبقى صوت البسيط المتكرر من بدايات تكوين السلطة التنفيذية في الدولة من شهر 8 الفاتح، إحنا حسي ماشيين لسنة، صوت ده ما قادر يعبر، يعني ما قادر يصل. طيب أستاذ أميرة، نحن الآن في خضم معركة تعيين الولاة وترشيحات الولاة، أنتم في 16 من أكتوبر العام المنصرم في شخصك الكريم سلمتم دكتور عبد الله حمدوق قائمة فيها مرشحات لمناصب الولاة. ما الذي تم في ذلك اللقاء باعتباره ركيزة لما يأتي من بعده من أحداث؟ وعد بانه ينظر للليسته بتاعت الترشيحات، وهي كان بتضمن من ضمنها الولاة للمناصب بتاعت ابرز الولاة. الاسماء التي ضمنتها ابرز الاسماء محاسن زين العابدين، وهي لا تزال المرشحه الاولى والاعلى صوتا واكثر دعما من قبل الاجسام النسويه والاكثر كفاءه لولايه الخرطوم محاسن زين العابدين. يعني إذا قلنا من يوم 16 أكتوبر 2019 وإحنا هسي في مايو، الكلام ده بدري خالص. هذه القائمة هل جاءت بتوافق كل القوى السياسية؟ لا، القائمة هي تقدمت في شهر 10 من المبادرة، هو كان تسنية للترشيح أصلا، اتقدم لمحاسن ذاته من قبل الاتحاد النسائي، رشح محاسن زين العابدين وإحنا في المبادرة أضفنا تسنيتنا والتغريز لترشيح محاسن زين العابدين لولايه الخرطوم، وسلمنا الحاجه دي
زي ما بيقولوا باي هاند يعني. طيب ما هو التفسير لهذا البطء من قبل مجلس الوزراء؟ لماذا لم ينظر ولم يبط في هذه القائمه؟ والله لم ينظر ولم يبط، انا ما حقدر افتيك فيها، لانه اصلا زي ما انا قبل قلت انه نحن ما ممثلين في قحط، وفي لجنه بتاعه ترشيحات حقت قحط. على حسب علمنا انه ما في واحده من الكتل اتبنت الترشيح بتاع محاسن زين العابدين. طيب عدم في الدائره بتاعتين الترشيحات لازم تجي من قحط. عدم دخول مبادره لا لقهر النساء ضمن قوى الحريه والتغيير، هل لموقف ام لكم رؤيه معينه؟ والله غير انه هو اقصاء للنساء، وبالمناسبه ما بس مبادره لا لقهر النساء، من الاجسام الموقعه على اعلان الحريه والتغيير والساهمت كثير جدا في الثورة السودانية هي المقصى، يعني في الأجسام المطلبية من ضمنهم ناس السدود، المناصير، الدالي والمزموم، عدد كبير جدا من الناس اللي كانوا بيقودوا المواكب وبميوتوا في الأقاليم وكانوا هم نشيطين جدا، تم تهميشهم أو عدم تمثيلهم في المجلس المركزي للحرية والتغيير. الحرية والتغيير بداية كان بيشمل الخمسة أجسام الرئيسية، وأضيفت له كتل وأحزاب، يعني أنا ما عارفة أغيمها، لكن المهم للتوازنات السياسية، يعني إحنا تحولنا من عمل ثوري لتوازنات سياسية في مجتمع ذكوري أو بيئة ذكورية حقة المجلس المركزي. إذا أنت حسبت حتى تواجد النساء داخله هو ذاته في المجلس المركزي الممكن عضويته تكون أكثر من 25 نفر، ما حيتعدوا الثلاثة نساء. طيب أستاذ عمرو، تفسيرك لهذا التصرف، لهذه الرؤية، لهذه الوضعية هي نتاج لماذا؟ شوف يا سيدي العزيز، إحنا في السياسة السودانية يعني للأسف ما متطورين شديد، يعني ما عندنا الميكانيزم اللي بتخلينا نتطور بحيث انه نراعي للمتطلبات والاصوات اللي بتنادي بحاجات معينه بمطالب معينه، ما بتسرع الايقاع بتاعها بحيث انها تواكب المطلوبات دي والشارع الى اخره الى اخره، ودي مساله ظاهره جدا من زمان جدا، قد تكون لاسباب كثيره، لتراكمات كثيره، لطريقه العمل بتاعها ذاته خلال الفترات الفاتت اضطرت لانها تكون عند الحاجه دي، لكن لابد طالما انك انت بقيت في وضع المسؤوليه وصاحب قرار لابد انك تراعي لهذه الاصوات، ومش تراعي لها لانك انت بتلبي في رغبات الجماهير، لا، انت ما جزء منها، والا انت ما بتبقى انت ذاتك جزء من التغيير، اوكي؟ انت لازم تكون جزء منها، لازم تكون مؤمن بالحاجه دي، فانت بتعززها مش انك انت يا دوب بتلبيها، لابد انها تكون موجوده جواك ومترسخه. الكلام بتاع الاختيارات للولاة والترشيحات التمت دي هي في إطار العملية السياسية كلها، الاختيارات مربوطة بحاجات كثيرة أنا في تقديري، ممكن تكون مربوطة بعملية العملية بتاع التفاوض الموجودة، ممكن تكون مربوطة بحاجات كثيرة، لكن لا يحفي بأي حال الأحوال، يعني القوائم الأولى اللي اطلعنا عليها ما كان فيها مشاركة للسيدات في يعني مناصب الأولى. يعني برأيك لماذا هذه قوائم لقوى الحرية والتغيير أنت تقول لم تحتوي على أي اسم من أسماء النساء، يعني لماذا هذا الابتعاد عن ترشيح أي من النساء في السودان؟ ما هو ده راجع للكلام احنا قلناه قبل، إنه دي هي دي العقلية المسيطرة على المجتمع السوداني الذكوري كله، المجتمع السوداني كله ذكوري للأسف، مش القيادات السياسية في الكتل ولا في الأحزاب. لكن مع العلم أيضا أستاذ عمرو، حتى نعطي الحقيقة حقها، هنالك بعض القوى السياسية قامت الآن بترشيح أسماء، بدأت تصدر بعض الأسماء بأنهم ربما سيتولون منصب الوالي في إحدى المناطق. إحنا ما دارين التصحيح، إحنا دارين أنت من البداية خدت الأساس الصح، يعني أنت من البداية قررت أنك أنت خدت معايير. التصحيح لو قلت ليه ما دارين التصحيح؟ لا مش لا، إحنا مش ما دارين التصحيح، هذا وضعت الصحة، لا لابد من التصحيح، أنا بتكلم عن ما يجب أن يكون عليه والحل ابتداء. تمام. انك انت لما تيجي تخد الاساس يكون صحيح، الاساس يكون صحيح، زي ما انت خدت معايير لاختيار الولا بانه 1 2 3 4 5 ومثلا منهم انه يكون جاي من المنطقه او من الـ من الـ من القاعده بتاعته اللي هو بيمثلها لقدام لما يجي والد، تطبق هذه المعايير ومنها المراعاه
طيب. لانه طيب المساله بتاعت العداله النوعيه والمساواه والكلام ده ما كلام ساكت. احنا 30 سنه الناس دي بتعاني وما قبلها في المجتمع السوداني من التهميش والاقصاء لدور المراه. انت لو ما عالجته بانك انت دخلته في السياسات والاستراتيجيات بتاعتك اللي انت بتبني بيها الفتره بتاعت التحول الديمقراطي، معناه انت ما خدت المهام بتاعت الفتره الانتقاليه دي مستوعبه وهاضمه. طيب سعود لك استاذ امير، يعني هل لديكم الان اي تصور اي معلومات عن ملامح الترشيحات لمناصب الولاة؟ مناصب الولاة حاليا وكل ما يرشح منها انها للذكور فقط. للذكور فقط. انا لما اقول للذكور يعني الذكر بالنوع ما عنده علاقه بالكفاءه الكلام ده وكده، لانه انا هسه لما اطالب بترشيح النساء ما بطالب بترشيح النوع الانثى، انا بطالب بترشيح المراه ذات الكفاءه. وانا ما اقدر اكون يعني زي ما بقولوا شنو يعني الطف سياسيا لما اقول لك انه هون احنا ممكن نتحدى بانه مثلا المرشحين لولايه الخرطوم تتخطى في الترابيزه كل السي في حقتهم ويتخطى بعون السي في بتاعت استاذ محاسن زين عابدين. هل لديكم الان قائمه منقحه جاهزه؟ انا بتكلم عن حاجه هسي محدده، عندنا قائمه ولسه نحن بالمناسبه يعني حنفتح لسه باب للترشيحات لانه الحاجات دي هو كلها نحن قاعدين نلاحق فيها. لكن إذا بنتكلم عن ولاية الخرطوم تتخطى السي في مش كفاءات والسي في بتاعت محاسن زين العابدين مع ال 18 والي، دعك من والي الخرطوم فقط. وإذا في أي والي من ال 18 ولاية عنده الكفاءة والمقدرة على العمل والكفاءة العلمية والعملية أكثر من أستاذة محاسن زين العابدين بنقبل تنحيها. طيب أستاذة أمير، يعني أنت الآن تطرحين رؤية تتعلق بوضعية هذه المبادرة لقهر النساء. الآن هنالك أيضا قوى سياسية، هنالك قوى منضوية تحت لواء الحرية والتغيير، هنالك أحزاب أخرى لديها منظومة نسوية. هذه الاتجاهات، هذه القطاعات، هذه المنظمات لماذا لم تدفع بمرشحين لهذا المنصب؟ لماذا تسكت الآن؟ نحن في الأجسام النسوية لكل منا خلفيات سياسية ومختلفات بالمناسبة فكريا وأيديولوجيا، لكن بتوحدنا قضايا النساء وبندعم الخط. يعني زي ما بقولوا هون احنا عندنا الاتفاق للحد الادنى، وحاليا في تبلور لانه هو الناس مفروض يكونوا او نكون اكثر وحده، ما وحده بفكرنا ان ندوب كلنا في ايديولوجية او في فكر محدد، لكن وحده حوالينا ان احنا لازم يكون ما نقبل نهائي اي تسويف في حقوق المراه. وحقنا مثلا في التمثيل في الولايات في ال 18 ولاية المفروض يكون عندنا 7 مقاعد. 7 هذا بموجب ماذا؟ بموجب الحد الأدنى اللي نحن ارتضيناه في الوثيقة الدستورية اللي هو 40% للتمثيل، وما انه احنا بنتكلم عن انه هذا التمثيل في المجلس التشريعي فقط، ده ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، لكن بقول لك في انه هو بعد ذاك ما يفهم من الصياغة العام او من المادة العام او الخط العام. يعني لما في الوزراء يترشحوا 3 وزيرات اللي هو يماثل نسبة 40%، ما حنقبل بانه يتم تغييب الحاجة دي في الولاة خالص، ما حنقبل. وفي اخبار حول انه يعني المجلس بتاع الحرية والتغيير حاول يخلق نوع من الترضيات لانه يقوم يخلق منصب يسميه نائب والي او اول رتبة ما عارفة مدير بعد الوالي ويخد فيه 50% نساء بهدف. الفكرة دي يعني أردى من إنه ما يكون فيها لامرأة، بهدف إنه يخدوا النساء في نائب الوالي. يعني يعني ترضية، أنتوا دارين تجيبوا النساء أوكي ما في مشكلة، نخلق ليكم وظيفة نخدكم فيها. لا، إحنا صاحبات حق، بنطالب بحق بالمناسبة، وعندنا القدرات الفكرية والعملية والقيادية. ما يعني احنا ما هذه المعلومات هل تتعلق فقط بمنصب الوالي ام مناصب تتعلق ايضا بالمجالس التشريعية؟ ما هي حسي حاليا الحاجة دي عندها علاقة بمنصب الوالي، الوالي فقط او نقول المعركة الإعلامية الدائرة في الوسائط الاجتماعية عندها علاقة بالحاجة دي. وناس إعلان الحرية والتغيير هم اتخذوا في انه يعني الولاة كله مجموعة بتاعت حرية والتغيير في ولاية اختاروا الوالي بتاعهم. طيب وقامت دي الحاجه جابت لهم انه ال 17 ولايه رفعوا رجال، فضلت جات ولايه الخرطوم
اللي هي ما فيها حرية وتغيير بولاية الخرطوم في المجلس الأعلى للموازنات السياسية تم اختيار السيد أيمن خالد، وبكده نحن كنساء طلعنا برا اللعبة. طيب أستاذ عمرو، يعني ابتداء ليس من الأوجب أن تكون الترشيحات لهذه المناصب من بوابة الأحزاب فقط أم من بوابة المنظمات؟ وهنا يعني أشير إلى مبادرة لا لقهر النساء، ما هو الأوجب؟ المنظمات بتاعت المجتمع المدني الـ NGOs اللي احنا بنعرفها والأحزاب هي في الاثنين في مركز متساوي، هي الاثنين تنظيم. ما تتيحه الوثيقة تقول ماذا؟ نعم. في شأن الأوجب في هذه الترشيح. ما في تحديد لحاجة. ليس هنالك أي تحديد. ما في تحديد. وبالتالي لا يعطي هذا مبدأ الاصطلاح لا بين الفكرتين. ما في تحديد، أنا أوريك حاجة، الاثنين مركز متساوي. حزب سياسي ولا منظمة، الاثنين زي بعض، ما في أي فرق ما بينهم. بإمكانك أن تدفع لترشح. وده أكبر دليل على إنه تتفقي في هذه النقطة؟ لا ما بتفق في هذه النقطة. أين الاختلاف؟ المنظمات بتاعت المجتمع المدني هي منظمات إصلاحية. أصلاً الفكرة دي الـ NGOs المنظمات. لكن إحنا مثلاً مبادرة لا لقهر النساء إحنا ما منظمة، إحنا حركة ضغط سياسية. طيب هل من حق هذه الحركة أن تتقدم بترشيحات؟ من حقنا نتقدم بترشيحات، لأنه الحق يعني المانديت حقنا نحن ونحن اللي بنعمله، دي حاجة. الحاجة الثانية نحن حركة ضغط سياسية، من حقنا ندافع عن حق النساء في إنه لازم يكون في والي أو نساء في مناصب الولايات في الولاة، كويس. والحق ده اصلا يعني مقفول لان نحن نصارع من اجله، نصارع من اجل وجود نساء في يعني ده حق مقفول لنا نحن كحركه بتاع الضغط السياسي. طيب استاذ عمرو، ولم تكن انه الشرط الاساسي في ان احنا الولاد قدمناه انه يكونوا من عضويتنا. ما كان شرط خالص. طيب العضويه انا اتم فكرتي بسرعه، انا قلت انه الاثنين هم في تسميتهم وفي مركزهم القانوني واحد، ما في فرق، الاثنين هم تنظيم حتى جماعات الضغط كلها. الوثيقه ما نصت على انه الترشيحات تجي من كده ولا من كده، باي حال من الاحوال الضروره العمليه اقتضت انه المشاركه في القوى السياسيه القادت او نظمت ومثلت الثوره سياسيا الفتره الاخيره اللي هي قوى الحريه والتغيير، مكوناتها واحده منها منظمات المجتمع المدني، وبالتالي هي في مركز يعادل الاحزاب السياسيه. دي الفكره اللي انا داير اقولها، ما في حاجه بتمنع، طالما انا موجود زيك، انا منظمات او انت حزب سياسي، انا كتله بتاع الضغط، وتفر احنا مركزنا واحد، يفترض احنا قاعدين داخل جسم واحد، يفترض انه يكون عندنا نفس الاليه ونفس الطريقه اللي بتساعدنا في انه نحن نوصل دورنا. طيب. يعني ممكن انك تعزلني لانه انت مسجل كتنظيم سياسي بينما انا تنظيم مدني، احنا الاثنين في الاخر بنمثل المجتمع وبنسعى لتحقيق اهدافه واهداف الشارع، ودي الحاجات اللي قامت من اجلها هذه الثوره. والمنظمات تحت المجتمع المدني والكيانات بتاعت الضغط والنقابات الى اخره من كل اشكال التنظيمات هي اللي كونت هذه القوى السياسيه وادارت العمليه الى هذه المرحله، دي الفكره اللي احنا دايرينها. طيب هل تمثيل النساء يعني نعم. بهذه الطريقه اذا ما سلمنا بها هل يراعي مبدا الكفاءه؟ يراعي مبدا الكفاءه بطبعاً. يعني انت الان تتحدث عن بامكان هذه المنظمات وبامكان نعم. الاحزاب السياسيه ان ترشح. ايوه من حقهم. معيار الكفاءه هل هو حاضر بقوه ام فقط الكوتا هي التي ستحكم الموقف؟ معيار الكفاءه ده انت بتحدده بتخطه كمعيار، لكن انك كيف انت تصل له؟ دي الاشكاليه. يفترض انه يكون ما في تصور انه في تعارض، اذا انت خصصت 40% زي ما قالت اميره في مقاعد البرلمان، يجب انك انت تقيسها معك في هياكل السلطه المختلفه، ده كمعيار اساسي. دي كوتا. اختيار اكس واي زد عشان ياخذ منصبه بالتاكيد بيحتاج لكفاءه. ما انا ما شايف انه في تعارض، الفكره في انك انت كيف ترسم الطريق لهذه المساله، خديت نسبه معينه عشان تعمل المعادله النوعيه المطلوبه، تختار لها الشخص المناسب عشان يقدر يلبي هذه. طيب استاذ امير، هل عندكم اي مطالبات بانه في ولايات بعينه يعني تكون الوالي من نصيب المراه؟ لا احنا بنحدد ما حددتم. لا لم نحدد ولايه بعينها يعني، لكن بنطالب بحقنا في انه ما يكون اقل من 7 ولاة اللي هي 40% من الولاة، هو ده الحد الادنى. بعدين انا لاحظت عليك انت كل ما نتكلم عن النسبه بتاعت النساء بتقوم تركز على المعايير. المعايير دي لما تتخطى بتتخطى بلايند، يعني بغض النظر عن النوع ذكر ام انثى. دي المعايير او دي المطلوبه في الوظيفه المعينه. المقدم الورقه دي او المرشح للمكان ده ذكر كان او الانثى،
هو المفروض يتطابق في الحاجه دي. نحن ما بنطالب ان احنا نجيب نساء فقط من دون ونتجاوز المعايير عشان تتحدثون عن معايير وكفاءه. معايير وكفاءه. معايير وكفاءه. طيب الان في ظل هذا الجدل عدم اعتراف قوى الحريه والتغيير بما يقدم الان من قبل المنظمات النسويه كمنظمه او مبادره لا لقهر النساء، الى اين ستمضي الامور؟ الان هنالك ترشيحات، هنالك اخبار تتحدث عن ان الامر يمكن ان يفصل فيه في الايام المقبله، بالتالي اين مصير كل هذه الجهود وهذا الضغط السياسي، الى اين سيمضي؟ والله احنا عندنا خطه لعمل في الايام الجايه، خطه اعلاميه حيكون فيها بس مباشر في صفحه الفيسبوك للمرشحات حقيننا، بيتحدثوا عن كفاءاتهم وحيتحدثوا عن برامجهم المفروض تكون مطروحه من قبلهم للعمل في الولايات، وحنقدم الترشيحات ثالث ورابع للمجلس بتاع الوزراء، وحنقدمها للمجلس السيادي، وحنسلمها لمجلس قوى الحريه والتغيير، وحتسلم منها نسخ لكافه الكتل. وحنمارس الضغط الاعلامي، واذا كان الوضع في غير وضع الكورونا كنا حنستخدم ادواتنا الاساسيه للنضال من 2009، كنا حنطلع الشارع. لكن مراعاه للوضع الصحي ما حنقدر نطلع الشارع حاليا. طيب هنالك ايضا الحديث استاذ امير عن يعني ولايه الخرطوم، تركزون على ولايه الخرطوم وترشيح شخصيه بعينها لولايه الخرطوم. يعني ان تميز ولايه الخرطوم وان يقال بان والي ولايه الخرطوم من عناصر النساء، يعني اليس هنالك من مخاطر سياسيه بأن هنالك وضعية معينة للمرأة في قبة السلطة في السودان في ولاية كولاية الخرطوم هي العاصمة؟ مخاطر سياسية ليه؟ احنا بالمناسبة يعني احنا ممكن نكون يعني رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لنا ولا أي شيء، ليه مخاطر سياسية لوالي ولاية الخرطوم؟ احنا عندنا نساء ممكن يكونوا في منصب، يعني أنتم على استعداد لخوض هذا التحدي؟ في منصب حمدوك ما في الولاية دي أولا يعني. الحاجة الثانية في انه هو ولاية الخرطوم نحن لما نتكلم عنها لانه في ناس كانوا بيتكلموا عن انه البعد القبلي والبعد الشنو لقبول النساء في ولايات، احنا حتى عندنا معايير بالمناسبة اضافية واضعينها بالاضافة على المعايير بتاعة قحط لاختيار الولاة، خطيناها نحن برضو طيب انا ساختم بالنسبة لولاية الخرطوم. لما نحن بنتكلم عن المرشحة محاسن زين العابدين وفرص الأعلى لها، لإيماننا القاطع بقدراتها، ويعني نحن ما نشوف. وبعدين يعني كل النساء اللي انتم قبلك قدمتون أول امرأة بالمناسبة، الحاجات دي كلها لم تقدم لنا على طبق من ذهب، كانت نتيجة للنضالات، كلها نتيجة لنضالات وسترس وضغط نسوي عالي. وأنا من هنا بقول لأنه الشعب السوداني كله لازم يدعم ويطالب بحق المرأة في التنصيب لولاية الخرطوم، وده حق نحن دفعنا فيه الكثير من النضالات، ونحن قادرات تماما، نساء السودان قادرات. يعني احنا 30 سنة بالمناسبة لو كل زول فينا رجع عاين للوضع الاقتصادي حقه وللأسرة ولما يدير الحياة، حتكتشف ان احنا 30 سنة كان يدير الحياة في السودان النساء. طيب أنا سأختم هذا المحور الذي يتعلق بوضعية المرأة في منصب الوالي، هنالك محور ثاني في دقائق معدودة لأهمية هذا المحور. برزت في الآونة الأخيرة أخبار مزعجة جدا وأحداث مؤسفة تتصل بالعنف الأسري والعنف المنزلي. آخر الأخبار ما راجع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا عن أحداث مؤسفة ودماء وأشلاء كانت مزعجة لكثير من الأسر. استفيد من وجود ضيوفي الأعزاء معي داخل الاستوديو. أول أستاذة أميرة، أنت تتسنمين الأمر في مبادرة لا لقهر النساء، كيف تابعت هذا الأمر؟ كيف وصل إليك؟ ما هي خطورة المظاهر والصور التي رأيناها؟ يعني مما بدا الحظر ممكن اقول لفترات يعني طويله بدات الاخبار بتتواتر عن العنف المنزلي اللي قاعد الرجال بدون شغل في البيوت، يعني رغم انهم هم ممكن يكونوا ملتزموا بالحظر تماما، بيقعدوا في الشوارع بيقعدوا في كده وطلعوا تصاديق، لكن برضه ده بيترتب على المراه بعنف. كويس. والحادثه يعني المؤسفه اللي حصلت لولا بان الصور يعني
هي مزعجة جدا. نعم لا أنا أنا لعرضها فريق البرنامج لكن يعتذر لكل هي المشاهدين. هي يعني مناظر مؤذية حقيقيا. يعني الحادثة الأخير بتاعت الرجل اللي هجم على زوجته وطفله بعد صلاة الصبح بالسيف يعني. الحاجة دي مؤسفة جدا. والمؤسف والمؤلم خالص إنه نحن كنساء ما عندنا قوانين بتحمينا بالمناسبة من العنف المنزلي. وممكن أقول لك إنه في قوانين بتحمي من يعني بتحمي المعتدي علينا إن كان زوج أو أب أو أخ. غير الحماية المجتمعية في حماية قانونية. وأنا سمعت إنه حتى الرجل المعتدي بالسيف على زوجته أطلق بالضمان العادي ورجع بيته يعني. طيب قانونيا أنتم الآن هل بصدد أن تتقدموا بإجراءات ب... أكيد يعني إحنا هسي بصدد أن نجمع معلومات عن الزول المعتدى عليها ونقف معها قانونيا وهنحاول نصعد الموضوع ده على الجانب الإعلامي. وبنفكر في أنه المفروض الحكومة تعمل خط ساخن للعنف المنزلي وتكون يعني لقدام تسن قوانين لأنه العنف المنزلي من ضرب والاغتصاب لكامل من التفاصيل لا يبرر تحت انه هو يعني الزوج او الاخ او الاب. يعني العنف هو عنف تجاه اي انسان يجب ان يجرم قانونيا. طيب استاذ عمرو هل عمليه الحظر المنزلي وجائحه كورونا والضغط الاقتصادي والضغط النفسي هو الذي رفع من وتيره هذه العمليات عمليات العنف ام هي اشياء موجوده ولكن الظروف الاقتصاديه ساهمت في ان تطفو الى السطح؟ لا يعني أفتكر أنها هي موجودة أصلاً في أذهان الناس، موجودة في سلوك من اللي تربوا عليه، الطريقة العنيفة في التعامل مع المرأة. يعني زي ما قالت أختنا أميرة حتى في القوانين موجودة حتى على مستوى القانون الأحوال الشخصية ما بيحمي الزوجة في أحيان كثيرة جداً ولا بيلبي الطموحات والأشياء اللي بيتحدث عنها القانونيين في أنها ترفع مستوى الحماية للأسرة ولا على مستوى الوحدة بتاعت الأسرة والطفل. وأنا بتفق تماما مع الرأي بتاع أنه ممكن يسن قانون لحماية الأسرة وللعنف المنزلي. أصلا هي السياسة التشريعية شنو؟ أنك أنت إذا لقيت أنه في مشكلة معينة موجودة وظهرت كثيرة واستشرت وبقت خلاص اتمكنت من المجتمع بتفرض لها قانون خاص وآليات خاصة بتاعت حماية. طيب. هي المسألة دي موجودة لكن محتاجة لأنه ناس عالجها بصورة حازمة وبصورة قاطعة. وأعتقد أنه في مشكلة تانية كبيرة جدا حتى في الأجهزة التنفيذية اللي هي أنه حتى هذه السيدة أو غيرها تم تعنيفة داخل الأسرة إذا مشت للقسم بتاع الشرطة ولا القسم بتاع الوحدة بتاعة الحماية بتاعة الأسرة ولا غيره هم ذاتهم كتنفيذيين بيلعبوا الدور بتاع المجتمع بتاع الإصلاح ذاك بتاع يا أخي ما في داعي ولا لا لا وممكن عارضوها في إنها في الإجراءات بتاعتها القانونية في إنها تصير في إجراءات التغاضي بتاعتها بشكل اللي هو بيفرض عليه العقلية بتاعة المجتمع اللي هو نشأ فيها ذاته هو كتنفيذي ما بيتعامل بطريقة مهنية بطريقة فيها حرفية بأنه يحميها. طيب. هي ذاتك الضحية. أستاذ أميرة ختاما هل من نصائح يمكن أن تقدم عبركم أنتم كمبادرة معنية بشأن المرأة تحاول أن تقدم العون والسند والإعانة والنصيحة القانونية للمرأة ما هي النصيحة التي تقال لها؟ النصيحة أنا ممكن أقول إنه إحنا نساء السودان يعني نساء قويات قادرات مرينا بمراحل أصعب والجاي هو مرحلة حتكون أصعب من الأول لأنه ممكن نواجه فيها الصراع من كانوا معنا في اليوم السابق في خندق واحد. فنكون قادرات نتسلح بالوعي المطلوب ما نخاف ونحاول بقدر الإمكان نغير الصورة النمطية والعقلية لأنه هي المرأة لما تطلع وتطالب بحقها أو تصل قسم البوليس عشان تشتكي من اعتدى عليها بأنها هي تعاب اجتماعيا وتنبذ اجتماعيا نحن بنحمي في روحنا إن شاء الله. أستاذ عمرو ختاما تلخيص لكل ما دار في هذه الحلقة في ثواني لو سمحت. أنا داير أتكلم في حاجة صغيرة جدا نختم بها الحلقة دي. الفكرة بتاعت المشاركة بتاعت النساء عموما هي دي المحور الأساسي بتاع الحلقة وأتمنى أنه الناس تستوعبها تماما. والمناشدة هنا ما للقوى السياسية الموجودة اللي هي اللي بتتخذ القرار. المناشدة والكلام كله ده والشكل التوعية اللي احنا نتكلم عنه يفترض انه يوجه للمجتمع بكله بحيث انه يتضامن مع هذه الفكرة. وإذا احنا تجاوزنا هذه المعضلة بتاعت الولايات
ظهرت حسي حنصطدم اذا ما ازلنا هذه العقليات وقفنا وحققنا المطالب بتاعت الثوره الحقيقيه بالتغيير، وانه لازم يكون في مشاركه حقيقيه للمراه وللفاعلين الحقيقيين في الثوره وفي الحراك السياسي طوال الفترات اللي فاتت، حنصطدم بمهام ثانيه. اذا تجاوزنا المهمه بتاعت الوالي واختياراته حنصطدم بهياكل السلطه الانتقاليه، وبالتالي لابد من الوعي. حنصطدم بها، وحنصطدم بها في المجلس التشريعي، وحنصطدم بها في الاجهزه التنفيذيه والوزارات المختلفه اذا حصل اي تغيير في اي شكل من الاشكال. وعليه ماذا يجب؟ وحنصطدم بها في مشكله ثالثه موجوده ضمن المصفوفه. وعليه ماذا يجب؟ يجب انه نراعي لهذه المساله ونحطها في اولوياتنا، لانه المراه حنصطدم بها في هذه الاوضاع في 7 مفوضيات من ضمن المفوضيات الوارده بالوثيقه والتي نصت عليها المصفوفه خلال الاسبوعين الفاتت. شكراً. انا عندي حاجه بسيطه بس في ثواني لانه الزمن انتهى، اقل من ثواني. شكرا للمجلس المركزي اللي هو الحريه والتغيير في ابداءه فكره انه حيصنع لنا فكره نائب الوالي، في انه نحن بنقول الثوره ثوره وعي وتغليل الهياكل الاداريه، فما تضعي بروحكم باضافه عبء اداري ومصاريف على الدوله بخلق وظائف وهميه. وصلت الرساله. شكراً. اشكر جزيل الشكر استاذ امير عثمان سكرتير عام مبادره لا لقهر النساء على كل هذه الافادات المهمه، واشكرك انت ايضا استاذ عمرو كمال المحامي على كل ما تقدمت به. شكراً. وقدمت لنا افادات مهمه حول ملف حقوق الانسان والنساء، شكرا جزيلا لك. اذا مباشره الى الزميل مصطفى الزواوي وفي معيته اخر اخبار موجز احداث السودان، اليك مصطفى.